مساء الخير حبايب قلب ايمي. النهاردة بقى ان شاء الله تحدي المانجا والعقاب عليكم انتوا اللي هتختاروه تكتبوه في الكومنتات عشان اعمله ليها او هي تعمله ليا. اول حاجة تحدي المانجا في اللي احنا نقشرها بسرعة ونقطعها بسرعة واللي يقدر ياكلها كلها. اول حاجة نبتدي. اتفضلي دي صور عشان تقطعي فيه وانا اقطع فيه. انا بقى هقشرها زي البطاطس. هحاول اعمل كده بس ما اظن اللي هي اللي هتكسب بقى المره دي. ما شاء الله هي اللي اشطر مني. انا عايزه ارفع ال بص التقشير على قد ما اقدر. بحاول ما اخسرش وارفعها في نفس الوقت فحاجه صعبه. دي حاجه صعبه بالنسبه لي. احكي لكم قصه. وانا بقشر عمي زمان كان بيكسر البذره بتاعه المانجا وبياخد البذره الجوانيه بتاعتها ويحطها ويزرعها في قلب الارض. تعورت كتير من السكينة عندها عقدة بس هي قدها وقدود. خلصت قبل انا اسمها. انا بقول لها معلومه مفيده وهي بتضحك عليا. انا اللي هتعاقب يا جماعه. اختاروا عقاب يكون خفيف عليا. اقول لكم اختاروا طبخه انا اعملها في قلب القناه. لا 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 عقاب. تكسبني. عارفه المانجا دي بقى اسمها ايه؟ لا اسمها نعومي. نعومي اشمعنى؟ اسمها كده. بصي انا بحب خد الجميل ونعومي جدا وصديقه. صديقه بقى البذره بتاعتها بتبقى بصوا بتبقى ما فيش. بصوا انا هعمل صوابع زي البطاطس. انا ما اعرفش اكل المانجا لما اقشرها كده. معرفش بقى وكل واحد ليه طريقه بس قولوا لي بقى الطريقه بتاعتكم بتبقى ازاي. انا بحب الصراحه ان انا اقطعها كده. طب انا هحطها في الطبق ازاي؟ بصي هحطها ازاي دي. شطوره انت عاملاها جميله. ممكن تسهلي على نفسك. اخاف اوقع. انا حتى مفرش اهو عشان ما تخافيش. ما عشان ده بقى ايه اخاف ان حاجه تقع بره. اه بصي اهو. لا لا مش شكرا. هقول لك انا برضو نفس
البذر الرفيعه بتاعتها يعني دي بذرتها رفيعه يا غل. ايوه انت بتسبقيني. طب هاي واكله نفس الكميه بتاعتك. مش تسلمي. والله مش قادره. يعني انا بص الطبق بتاعي، انا بحب المانجا بس يعني مش بعرف اكل منها كميات، او اي فاكهه بحبها بس مش بقدر اكل كميات منها. عشان ما يقولوش ان انا ما باكلش كتير. الظاهر اللي انا اللي هتعاقب واختاروا بقى عقاب خفيف يكون في المطبخ، ما يكونش اي حاجه تانية. هي بص خلصت قد ايه من طبقها وانا قد ايه، انا مش قادره فعلا. قادره. احلى لايك واحلى سبسكرايب لايمي. هيكون في تحديات تانية باذن الله. كان بجد هيبقى في تحديات تانية مع